السلام عليكم. أكد وزير الصناعة أحمد زغدار في وقت سابق أن سنة 2022 ستكون سنة الإفراج عن ملف استيراد السيارات، ووعد الوزير أن منح اعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا، وذلك بعد الإعلان عن ضفطة للشروط قبل نهاية شهر جونفي 2022. ومع نهاية جونفي ودخول شهر فيفري، فإن وزير الصناعة يكون قد أخلف بوعده في حل أزمة السيارات والإفراج عن ضفطة للشروط معدل للمرة الثالثة، وهذا ما يعتبر فشل آخر في تسيير أزمة السيارات. أين ينتظر وكلاء السيارات تجسيد الوزير لوعوده في الإعلان عن دفتر الشروط وبداية دراسة ملفات الوكلاء وتوزيع الرخص النهائية للاستيراد؟ سلام.